بدي اورجيهم الفوارغ كيف بتكون. يلا حبيبي. بسم الله. الفوارغ طبعا بتيجي طويله. الست حسب هي الطول اللي بدها اياه بتختاره. شايفين لازم تكون بهذا البياض. ايوه. الحجم اللي بدها اياه بتاخده. انا دائما بجيب حجم وسط. شايفه طبعا بننطفه زي ما حكيت، بنقلبه مرتين على الحنفيه بالمي وبالملح الخشن. تمام. وبالطحين بيطلع لونه ابيض. يا عيني. وبعدين والكرشه نفس الشيء. يعني هي طبعا الكرشه القطع اللي بدها اياها الست بتقطعها، بتحب قطع طويله كبيره صغيره كحجم. يعني كحجم بالضبط. انا دائما بفضل الحجم الوسط. وشايفين النظافه بدها تكون من جوا ومن برا نفس اللون. الله. تمام يا ستي. يا عيني. هلا خلينا نحضر الحشوه. يلا بسم الله الرحمن. بسم الله. خليني اشيل لك هدول. يلا اذا هلا رح ننتقل لتحضير الحشوه اللي رح تستخدمها علا لحشي الفوارغ والحشوه. هلا بنحتاج رز حبه قصيره. اوكي. وانت بتضيفي له الحمص. حمص حب. وبهاراتك شو؟ هلا لحمه مفرومه. تمام. تفضليها خشن. بالضبط. وخروف طبعا. كركم. انا بجيبها مخلوطه. مخلوط. عجل وخروف. تمام. كركم، رشه جوزة الطيب للتعطير طبعا. فلفل اسود، ثوم مهروس. يعني. هلا في ناس ما بتحب الثوم، بتحط بصل حسب، هو مش شيء الزامي، اختياري. رشه بقدونس. يا عيني. شو كمان بدك؟ وزيت. زيت. هلا كل واحد وطريقته. انا عندي طريقه الاغلب صاروا يعرفوها بصراحه. اللي هي المحكم. ايوه. يعني سهله، كيلو الفوارغ ما بياخذ معك 9 دقائق. والله حلوه. بس انا بشوف الستات بيقلبوا وبتشقلبوا فيها. لا لا لا، سهل جدا. حتى للي ما بتعرف شوفي. شوفي اسهل يعني. بس سهله احلاها سريعه. بنوزع. نرفع. حلو كثير. بننزل. طبعا اهم شيء ما نعبيها كثير. طيب كيف بتحبي تكون عبوتها بالضبط؟ نفرجيهم هيك هي. لانه طبعا عشان الرز بالضبط بده ينفش، فلازم تكون مش مليان كثير. شايفين كيف مبين على الهواء يا جماعه؟ ايوه تمام. الله. اوكي. فاذا هاي هي بالنسبه للكرشه نفس الشيء. الكرشه اهم شيء انه نحشيها ما بين الثلث للنص من حجم الكرشه. اوكي. يا عيني يا عيني. الله. وين الخيط والابره؟ جاهز. كله جاهز يا سمير. طبعا بدنا يحكوا لنا اللي بتفرجوا علينا، احكوا لنا بتحبوا هاي الاكله ولا ما بتحبوها؟ تمام. بدها بدنا نشيل هذا عشان يبين. ايوه تمام. اعطيني عنا. اوكي تمام. طبعا يفضل يكون الخيط ابيض. ارتب للعين. وتكون الخياطه كمان مرتبه. مي مغليه. المي مغليه. نعم. بنحط صحيح. فيها روزماري. اوكي اذا حطينا اكليل الجبل او الروزماري بالاضافه. موجود موجود، مش موجود بلاش. بتقدر تحط ورقه غار يا ستي. هي موجود. ايش مكان؟ بتعرفي اني انا ورق الغار وهذا زارع منه. بصير اجي اخذ منه. والله اهلا وسهلا. والله الله. هي ورق الغار. انا ورق الغار. كم حبه هيل. حلو. بصل. بصله. بنخليهم يغلوا. تمام. هلا بننزل الكرشات والفوارغ على المي المغليه. على المي المغليه. هلا في طريقتين. في اول طريقه، في ناس بيعملوا شغله بيروحوا بياخذوا اول غلوه وبكبوها. انت مش مع الزفر. انا مش مع لانه طعمها بيروح. صح. هلا اذا كانت ذبيحه بلديه وتنظفت مزبوط مستحيل تطلع لها زفره. فيما لو طلعت لها زفره بنشيل الريم اللي على الوجه وبنسلق اللحمه عادي. بالضبط. هلا بس هيك ما بنضيف ولا شيء عليها مطحون من البهارات لانه بغير لون الشوربه. أكيد. انا بهمني لون الشوربه تكون صافيه. توجوج هيك بس. زي هاي اللي هون رح تشوفوها بعدين. هلا بنشوفها. نطلع شوفوا لي هاي يا جماعه. يلا ايش كمان حابه تضيفي لهم؟ هلا اذا طريقه الطبخ. هلا هيك حطينا الاشياء. طبعا ملح بنحط عليها. بنتركها على الغاز مدة إذا طنجرة عادية من ساعتين لساعتين ونص طبيخ. إذا كان بطنجرة ضغط ساعة من لما تبلش الصفارة تصفر. كيلو فوارغ، بدنا كرشة منظفة ومقطعة، بدنا بصلة، ورق غار، حب هيل، ملح. أما الحشوة بدنا رز، حبة متوسطة، لحمة مفرومة، كركم بالإضافة للفلفل الأسود والبقدونس، وبعد هيك بدنا أكيد جوزة الطيب، حمص حب، هيل مطحون، وتوم مهروس.